مبادراتها حتى على الصعيد الوطني، انه في المدن الكبار اللي فيهم النار ديال النسيج خاص يكون في عرض بديل. يعني باش نقولوا الناس ما مزيانش في نفس الوقت نكونوا بنائي، ما مزيانش هادشي اللي كديروا، ولكن خاص يكون البديل باش الناس يتحولوا ويتنقلوا من الظروف الاشتغال اللي ماشي هي صحيه ولا لائقيه ولا لائقه. وحتى تنافسيه ديال النوع الصناعي ماشي غير تنافسيه اللي يقدروا نبنيو عليها النسيج الاقتصادي على الامد البعيد، ما حتى شي حاجه كتبنى على هشه. وهذا النوع ديال المقاولات، مقاولات هشه، والاقتصاد ديال بلادنا على الامد البعيد ما يقدرش يتبنى بصفه صحيحه على اشياء اللي هشه. خاص كل شيء يمشي بمقاولات منظمه كتشتغل في ظروف لائقه، كتحترم القوانين كلها ماشي غير اتفاقيه في القوانين الناس كيحضروا. اذا كان في مبادرات غادي نقولوا على الصعيد الوطني بالنسبه للمدن الكبار غلاف باش نقولوا بعض الارقام رخيص مليار درهم، يعني برامج حجم ديال المليار درهم تركز على ثلاثه من الجهات، الدار ديال الصدارة ان شاء الله بطوال الحسيمه، وكذلك الرباط الجهه ديال الرباط. من اصل المليار درهم خد نص ديالها موجه الى الجهه ديال الدار ديال الصدارة، يعني 65 مليون ديال الدرهم. والمناطق الاخرى جوج فيهم 200 مليون. بالنسبه للجهه ديال الدار ديال الصدارة كنعتبرها هي فرصه، واخا هي جات في سياق مؤلم، ولكن هي فرصه انه تعبأ الموارد الماليه المهمه باش نسرعوا من الوتيره ديال واحد العدد ديال الاشياء اللي هي كانت غادي تدار ولا كان غادي ناخذوا وقت كبير باش نديروها، باش نسرعوا الوتيره ديالها. هي كانت ماشي زعما شي حاجه مفاجئه ولا غير منتظره، باش تبناو مناطق صناعيه تكون فيها جميع المقومات باش هذوك الناس اللي كيشتغلوا في هذيك الظروف ما يمكنش يتشجعوا، ربما ندفعوهم ماشي غير التشجيع يعني شويه ديال الضريب، ولكن بعض المرات يعني نطبقوا كذلك القانون الصرامه اللي كاينه في القوانين باش الناس يخرجوا هذا ويشتغلوا في ظروف يعني في مناطق مهيئه على هذا الغرض، ومناطق وما تكونش بعيده عن الناس، لان دائما كيكون هذا الاشكال من هذاك النسيج الاقتصادي كيكون المتواجد في الروسي ولا في شي ولا في مناجيل ولا اللي غادي تمشي من هنا 50 كيلو تقول لك لا، حتى الناس اللي كيشتغل معايا انا ساكن من غير ماشي واقع كيشتغلوا على قدري ولا كذي، وحتى لا هذاك المنقل حتى هذاك الناس اللي كانوا ساكنين تما كيشتغلوا بقرب يعني تيفقدوا حتى هما الفرص ديال العمل ديالهم الى اخره. الفكره هو تقريب حتى الحلول من الناس كنت في المناطق اللي فيها طبعا ذكرتها بالمناطق على البحر. كيف انا شخصيا ما كنحبش انه من الاحسن انه هذا الشيء بغينا نمشيو فيه لوتيره، لان هذا الشيء كيقتضي انه باش نعطيو هذاك الحل الناس ما نقولوش انه مثلا ناخذ شهور ولا شي حاجه، وكاين كان في الامكان طبعا انا رات اللي اساسي سيدو سيدو اللي اساسي هو لا يعني ثابتة سيكونس، يعني ثابتة ولا في المشاركة كلهم ثابتة. وطبعا اللي يسوقوا سيدو يعني إضاعات القدماء إذا تعرف الاهتمام ديالكم بهذا النوع ديال المشاريع، أعتقد شخصيا أنه من ضمن المشاريع المهمة اللي غادي تعطي إثارة على الواقع في الأشهر المقبلة وبعد النوع ديال المشاريع، وكلهم مشاريع مزيانين، ولكن هادو اللي وقفنا عليهم كلها غادي يكون نسبة قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.